في خبر آخر، أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ضرورة الحصول على ترخيص لممارسة أعمال البذور داخل أراضي الغطاء النباتية الواقعة تحت إشرافه في جميع المناطق والتي تشمل المنتزهات الوطنية والمراعي والغابات والوديان والروضات والفياض وغيرها. عبر الهاتف ينضم معي الدكتور عبد الله الهجوج، مستشار البيئة والمراعي بالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي. مساك الله بالخير دكتور عبد الله. مساء النور والعافية، حياك الله. حياك الله. بداية دكتور، نود أن نستفسر عن ممارسة أعمال البذور، لماذا تحتاج إلى تصريح ولماذا هذا التقنين؟ جميل جدا، مسي عليك وعلى المشاهدين الكرام. في الواقع بداية أطلقت مبادرة السعودية الخضراء العنان لطموح المواطنين في تحويل البلاد إلى بساط أخضر، ويمثل هذا الطموح الوقود الأساس لجهود العمل على تنفيذ المبادرة. لكن تنظيم هذه الجهود يكفل أن تحقق الهدف المرجو منها، ولذلك يؤكد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر على كل المهتمين بالتطوع والمشاركة في هذه الجهود بضرورة الرجوع للمركز للحصول على تراخيص تنظيمية لأسباب عدة نتناولها من خلال هذه المحاور بإذن الله. هل يعني هذا أنه نثر البذور اليوم في المراعي والوديان والنطاق اللي ذكرتوه يعتبر مخالف للأنظمة؟ نعم، يعتبر مخالف للأنظمة إذا لم يكن مقننا وبأخذ تصريح من المركز. طيب عن جهودكم أنتم، طيب إحنا اليوم بنوقف هذه العملية اللي هي عملية نشر البذور من قبل المواطنين، اللي عليكم أنتم الدور اللي عليكم في نشر البذور ما هو؟ نعم، إحنا المركز يعني مهتم جدا في نشر البذور وأيضا إعطاء التصاريح وإعطاء الإرشادات التي تحقق النشر بشكل جيد. نحن نشهد زخم واهتمام كبير بموضوعات التشجير وإعادة تأهيل المواقع المتدهورة، وخصوصا بعد الإعداد الكبير لمبادرة السعودية الخضراء التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه، وهي مبادرة طموحة جدا جعلت الكثير من القطاعات الحكومية والخاصة والمتطوعين يعملون بحماس في ظل هذه المبادرة. وش المحاذير؟ وش المحاذير دكتور عبد الله اللي تمنع أو تخليكم تمنعون نشر البذور؟ ليش تمنعونها؟ نمنع هذه البذور لأنه يعني إذا رميت بشكل عشوائي قد تسبب يعني ضرر على البيئة، لأن لكل منطقة بيئتها ولكل منطقة نباتاتها الخاصة بها، والنثر العشوائي يؤدي لما يسمى بالخلط الوراثي الذي يضر بالبيئة، فكل موقع له نباتاته وأشجاره الخاصة به ويجب الحفاظ عليها. طيب إذا بنشر اليوم بذور معينة، كيف أعرف أنه المناطق هذه تخضع لسلطتكم أنتم في المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي أو لا تخضع، أو أنه يحتاج ترخيص أو ما يحتاج ترخيص؟ كل المناطق الرعوية في المملكة هي تخضع للغطاء النباتي ومركز الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ولهذا في حالة نثر البذور في أي موقع من مواقع الغطاء النباتي لابد من الرجوع إلى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي لأخذ التصريح في زراعة مثل هذه البذور. وعملية استخراج التصاريح كيف تتم؟ سهلة جدا، يعني في يعني يمكن الحصول على الترخيص من خلال إرسال الطلب من خلال الإيميل لموضوع حق المركز اللي هو license permit@ncpc.gov.sa، وموجودة يعني هذه كلها على الإنترنت موجودة، هذا مخصص لهذا الغرض، وأن حسابات المركز متاحة على مواقع التواصل الاجتماعي وأبواب المركز مفتوحة، ونحن نرحب بكل متطوع ونقدر كل الجهود التي يقوم بها المواطنين ونقدم له كل الدعم والمساند. هل عندكم رقم كم عدد التصاريح اللي أصدرت إلى الآن؟ كم عدد التصاريح؟ أصدرت الكثير، لكن نحتاج يعني أي تصريح لابد، أي شخص يبغى يشارك في البذور لابد من أخذ تصريح من المركز.